السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. صلح بعد عداوة وبخطوات لاقت صداها بين الوساطات المعهودة، الصين تنجح بتقارب وجهات النظر والجلوس إلى طاولة الحوار بين المملكة والجمهورية، مفاجأة يطرحها مثلث العلاقات بين الدول بعد تنافر كبير بين إيران والسعودية. اليوم الاتفاق الثنائي يرى النور لينفذ على أرض الواقع بانطلاق البيان الأول لهذا التقارب اللي يحمل الكثير من المرتكزات والمضامين، أهمها عدم الركون إلى الضعف بين الطرفين، بل الحوار والنقاش هو الأساس بهذا التقارب، ومن ثم إيضاح المشتركات والوقوف على المعرقلات بين البلدين، العمل بجدية على تحقيق الأولى منها وإنهاء الثانية. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هاي الليلة، فلا تزال التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات هي الظاهرة الأبرز داخل قبة البرلمان وحتى خارج هذه القبة، أي في الفضاء السياسي والشعبي. فبينما يعتبره مسار تستلزم العملية الانتخابية لضمان عدم الوقوع في إشكالاتها السابقة اللي هددت حرفيا النظام السياسي وكادت أن تعيده للمربع الأول، وبينما يعتبر الجنوح لهذا الخيار مجازفة خطرة في حال عدم حصول إجماع سياسي يدفع بهذا الخيار إلى الأمام، وبين رأيين متعاكسين لا يزال مجلس النواب في نقطة الانقسام متعثرا في الذهاب نحو أي من هذين الخيارين. هذه الملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا من بقاويانا ومتابعتنا. حياكم الله. ترحيب دولي وإقليمي يقابل قلق وامتعاض إسرائيلي أمريكي، معادلة ظهرت متزامنة مع التقارب الدولي بين إيران والسعودية، المنطقة اللي شهدت إرباك كثير وتشنجات على المستوى السياسي والعلاقات الدبلوماسية، اليوم تصل إلى مراحل متقدمة من التهدئة وتتجه نحو عقد الاتفاقات المهمة والمشتركة بين البلدين. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقش مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. بوساطة صينية، إعلان مفاجئ لخطوات كانت غير متوقعة، استئناف العلاقات السعودية الإيرانية تعاود مجدداً وإعادة افتتاح السفارتين في كلا البلدين، خطوات تحمل بين طياتها إنهاء الصدامات والنزاعات التي كانت قائمة بين الطرفين وفتح أبواب الحوار الموصدى وسط تفاؤل سياسي إقليمي لما له من مردودات إيجابية بتهدئة الأوضاع العامة في محيطهما. هنالك حاجة في الأجواء الدولية أن تكون علاقات متوازنة طيبة مع الطرفين. طبعا الأسباب التي أدت إلى تقارب وجهات النظر هو الدولة العراقية التي حاولت كثيرا التأكيد على العلاقات وعودة العلاقات حتى لا يكون هنالك تشنجات سياسية، وبالتالي قد يكون هنالك استقرار في المستوى الإقليمي والدولي. فالاتفاقات يراها المراقبون صفعة بوجه أمريكا وإسرائيل بحجم إثارة النزاعات التي كانت تفتعلانها لتركلان آراءهما الجدار بمراعاة السعودية مصالحها عند إيران، بيان فيه الكثير من التأكيدات التي فعلتها هذه الاتفاقية، وأبرزها إضعاف الإرادة الأمريكية الإسرائيلية بالتلاعب في إدارة شؤون الدول. اليوم إيران تتغنى بالدور العراقي المهم بين السعودية وطهران من خلال المفاوضات السابقة والحالية، وأكيد وهي كانت العلاقات مقطوعة منذ 2016، فأكيد هاي العلاقات تنعكس إيجابيا على العراق وعلى دول المنطقة. الملف السياسي إن شاء الله سيتم معالجته وسيكون من أول أولويات هذه الاتفاقية وهذه المعاهدة وهذا الصلح الذي توسط به الجانب العراقي، والحمد لله إن شاء الله ستؤول هذه الأمور إلى أفضل حال. الكثير من الملفات بانتظار حلحلتها، والعراق ربما يكون الرابح بين هذه الاتفاقات، بالوقت الذي يرى المفسرون أن تطبيق الاتفاق بصورة نهائية سيشكل خطرا على سياسة أمريكا وسحب البساط من تحت سلطتها. تحول كبير تشهده المنطقة، فبعد قطيعة دامت لأعوام الرياض وطهران تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتفعيل الاتفاقات بمختلف المجالات.
نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحباب، بهذا الملف أرحب بضيوفي الكرام الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا بك دكتور طارق، أهلا مرحبا بحضرتك. وكذلك انضم معنا مباشرة في الاستوديو الدكتور زياد العرار، الباحث بالشأن السياسي والاستراتيجي. أهلا بك دكتور زياد. وينضم معنا عبر سكايب الدكتور حسين الوران، الباحث السياسي من طهران عبر سكايب. أهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك دكتور طارق، نتحدث عن الاتفاق الإيراني السعودي، ما يمثله لاحتواء السياسة الأمريكية التي عملت دوما على إثارة النزاعات بين بلدان المنطقة. بالتالي اليوم هذا التقارب كيف نقرأه بدلالة هذا الاحتواء الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا حضرتك وضيوفك الكرام والمشاهدون الأكارم. تمثل السعودية وإيران كقطبان مهمان في المنطقة، باعتبار أن أي تقارب بينهما يؤدي إلى الاستقرار الشامل. ولذلك أعتقد أن عملية التقارب بينهما هو خطوة بالاتجاه الصحيح، وقد تعقبها خطوات أخرى. ابتداء هذا التقارب هو لم ينتج من فراغ، وإنما كان هناك جهود كبيرة دولية ووساطات بدأت من عمان. عمان أول من كانت لديها مبادرات لغرض تقريب وجهات النظر، ومن ثم بدأت التقاربات برعاية عراقية. العراق لديه يعني هو الحقيقة للعراق دور كبير وفاعل في تقريب وجهات النظر ما بين السعودية وإيران. ومن ثم على المستوى الدولي الصين حاولت أن ترع أن 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 تحاول أن يكون لها دور كبير في تقريب وجهات النظر، وبالدليل على ذلك أن عملية الإعلان عن هذا الاتفاق كان من الصين ومباركة الرئيس الصيني. أعتقد أن عملية التقارب ما بين الدولتين سوف تكون خطوة مهمة لغرض الاستقرار، ولكن نحن لا نتفائل كثيرا، والسبب أن هناك فواعل كثيرة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لا يروق لها هذا التقارب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أخرى قد تكون في المنطقة لا تسعى إلى التقارب. ولكن إذا ما كان هذا التقارب مبني على مشتركات ومبني على تفاهمات حقيقية سوف ينجح وسوف يستمر، ولكن إذا لم يكن يعني على اتفاقات حقيقية، وإذا لم يكن هذا الاتفاق قد تضمن نقاط مهمة جدلية، ودائما ما نجد أن هناك خلاف حولها قضايا كثيرة في المنطقة، أعتقد أن عملية نجاح هذا الاتفاق سوف لن يكون ولم يضله النجاح. نعم. طيب، أجدد ترحاب حضرتك أستاذ حسين الوران. نتحدث عن هذا الاتفاق لما هو عبر عن فشل للسياسة الأمريكية، وكان هنالك في هذا الاتفاق مقدمة لاحتواء السياسة الأمريكية وإثارة النزاعات. من جهة أخرى نتحدث عن الحرب التركيبية التي مورست على إيران، والتي كانت الفواعل التي أدامت أمد هذه الحرب كثيرة ومتعددة، كيف تنظر إلى هذه الفواعل؟ رحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام. حياكم. والمشاهدين الأعزاء، يعني في تصوري أن أمريكا التي تفرض عقوبات قاسية جدا على إيران، ما تسميها العقوبات القصوى، هي تحاول من خلالها عزل إيران عن المجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هذا الاتفاق يسير في الاتجاه المعاكس، أي يفك العزلة عن إيران، ويظهر أن إيران دولة تتعامل وتتفق مع دول جديدة، وهذا يعني فشل سياسات العزل الأمريكية ضد إيران. نفس الشيء بالنسبة للكيان الصهيوني، يعني الولد اللقيط لأمريكا، يعني هي كانت تستفيد من سياسات التقابل في المنطقة، وعندما يكون هناك خلاف واستقطاب متقابل هي كانت تدخل لدى الطرف الآخر وتبني علاقات وتقوم بتوقيع اتفاقات لتوفير أسلحة، قبة حديدية إلى آخره. ولكن عندما تكون هناك علاقة مباشرة بين إيران والسعودية، طبيعي أن إسرائيل تفقد هذا المبرر للتواجد
والتعامل مع هذه الدول. من هنا هذا الاتفاق يعني الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق هو أمريكا والكيان الصهيوني، والسبب واضح، لأن يعني أن تقوم الصين بهذا الدور استكمالا لما كان في عمان والعراق وتصل به إلى النهاية، هذا يعني أن الصين دولة كبيرة على المستوى الدولي تحاول أيضا أن تمارس دورها كدولة كبيرة من خلال ما اقترحته لحل الحرب، يعني في مجلس الأمن لحل الأزمة في أوكرانيا، والآن مما قامت به في يعني الاتفاق بين إيران وبين السعودية. وصعود الصين في النظام الدولي هو يعني يقابله هبوط لأمريكا، سواء كان في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الموقع الدولي، وهذا هو يعكس حقيقة ما يجري من تغييرات حقيقية في النظام الدولي الحالي. طيب. ومواقع الدول المتقدمة في قمة هذا النظام. دكتور زياد وجهة الترحاب بحضرتك، تحدث ضيوف الكرام عن هذه المتغيرات السياسية التي حدثت في المنطقة أخيرا، وقبل أن نذهب إلى دور العراق لابد أن نشير إلى دور الصين الذي بدأ يظهر بشكل محوري وجلي. هذا الاتفاق لما يكون برعاية صينية فبطبيعة الحال كما أشار ضيوف الكرام أنه يعكس تقدم الدور الصيني وطبيعة السياسات الصينية في المنطقة، واللي تناقض المسار الأمريكي التفكيكي اللي كان متبع. شكرا، تحية لحضرتك أستاذ أحمد ولضيوفك الكرام. لم يصلني صوت الضيوف، لكني أقول بأن الصين في هذه المرحلة تريد أن تكون هي الراعي لهذا الاتفاق الاستراتيجي المهم، هذا الاتفاق الذي وقع في بكين لتكون هي الضامن. وتعرف ويعرف الضيوف والمتابعين الكرام حجم الخلاف والتوترات التي كانت ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء كان قبل 2018 أو بعدها. القطيعة وضحت قبل 7 سنوات وأصبحت قطيعة رسمية، لكن قبلها كانت الخلافات كثيرة. لذلك الجوهر في هذا الاتفاق أن هناك جدية لدى الدولتين البلدين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية إنهاء هذا الخلاف وإيجاد حلول للمختلف عليه سياسيا واقتصاديا وفي كل شيء. الدليل على ذلك أنه العودة إلى اتفاق 2001 الموقع ما بين الدولتين والانسياق بهذا الاتفاق وفق يعني دول عدم الانحياز، منظمة المؤتمر الإسلامي، الأمم المتحدة، لتكون كل هذه الأطراف يعني مشرفة على هذا التوقيع. والضامن الرسمي أو الرئيسي لهذا الاتفاق هو الصين، وإلا لو تم التوقيع على هذا الاتفاق في بلد المنشأ فكان يفترض أن يكون العراق. لأن أنا أقول لحضرتك بأنه من المؤكد جدا أن بدايات هذه المباحثات بدأت في حكومة السيد عادل عبد المهدي، في أوائل حكومة السيد عادل عبد المهدي، طورت ووصلت إلى مراحل متقدمة بأربع مراحل أو أربع أشواط في حكومة السيد الكاظمي، واليوم توقع في حكومة السيد السوداني بجهود عراقية كبيرة بذلها بين المفاوض الإيراني وبين المفاوض السعودي، وكان مفاوضا استطاع أن يجذب الطرفين إلى نقطة التقاء. لكن الذهاب إلى الصين للتوقيع على هذه الاتفاقية هو لكي تكون الصين الضامن، الصين الدولة القوية التي يعني أزعجت أمريكا وأقلقتها، ليس في الشرق الأوسط أو على محيط الدول العربية وإنما على مستوى العالم. ورأينا التقارير التي تتحدث عن قوة الصين وإمكانية الصين والتصريحات الأمريكية على أعلى مستوى، الرئيس الأمريكي والوزراء والمجلس الأمن القومي وكل يعني التشكيلات الفيدرالية الأمريكية الكبرى، المؤسسات الرسمية تتحدث عن الصين وخطورة الصين وإلى آخره، لأن الصين فعلا بلد اقتصادي قوي لديه الآن مصالح كبيرة في المنطقة، في الخليج العربي، في إيران، في العراق، في كل الدول لديه مشروع كبير للاقتصاد، لابد أن يضع وأن يكون له طرف ودور في عملية إيجاد تفاهمات مشتركة. أقوى الخلافات الموجودة في المنطقة هي الخلافات العربية الإيرانية، وتحديدا ما بين المملكة العربية السعودية وما بين إيران، فبالتالي الصين تريد أن تضمن مناخا آمنا للاستثمار والاقتصاد الذي تعمل عليه، سواء مع الدول العربية أو مع الدول الإسلامية أو مع الدول الأخرى.
بذلك هي لا تريد أو هي لا نقول بأنها تقدمت على أمريكا، لأنها أصلا موجودة، والقلق الأمريكي ليس وليد هذه الاتفاقية أو اللحظة أو السنة. الحديث عن منذ عقدين من الولايات المتحدة الأمريكية عن تطور الصين التي يمكن من خلال هذه الاتفاقية أن تشهد المنطقة، وبه كل المعطيات تقول بأن المنطقة ستشهد هدوءا كبيرا، ممكن أن يتم استثماره بالتعاون مع الصين اقتصاديا في دول المنطقة بالمشاريع الكبرى الاستراتيجية، النفط، الغاز، التصنيع، الفضاء، كل شيء. الصين قادمة بقوة إلى المشهد، وأعتقد بأنها موجودة قبل هذا التوقيع، لكن هذا التوقيع هو الإعلان النهائي. ما تنسى حضرتك بأن الرئيس الصيني يعني قال قبل أن يجدد إلى قبل يومين بأن هناك مفاجأة ستكون قوية في على المستوى الإقليمي والدولي، وأعتقد هو هذا الاتفاق اللي كان يشير إلى، لأن تعرف هذا الاتفاق يعني لم يأتي من فراغ بل بعد جهد طويل، وأتى برؤية جديدة تؤكد نوايا جيدة من البلدين ومن راعي الاتفاق سواء الصين أو العراق أو عمان، تؤكد بأن هناك خطوات فعلية باتجاه استقرار كبير في المنطقة. طيب دكتور طارق، يتحدث الدكتور زياد بهذه الروح التفاؤلية والمشاريع المستقبلية، ولكن في معرض إجابة جنابك وضعت الكثير من الكلمات الاعتراضية أو الجمل الاعتراضية، أنه حسيت من خلالها أنه لديك الكثير من المخاوف. هذا التوقيع هل يعني بأن نصل إلى تسكين الخلافات بكل مستوياتها بين الطرفين، أم أن هنالك هذا الاتفاق راح يكون هو مجرد مدخل للحوار وإدارة المشاكل البينية؟ في حقيقة الأمر هو مدخل، والدليل على ذلك موضوع فتح السفارة وتبادل المبعوثين أجل لشهران قادمان. المسألة المهمة في هذا الشأن أعتقد هي خطوة صحيحة، وسوف تكون لها يعني انعكاسات إيجابية على المنطقة. موضوع التقارب الإيراني السعودي جدا مهم للمنطقة، ولكن أنا أتخوف من الفاعل الدولي المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية لا سيما، وأن الصين بالرغم من أنها دولة واعدة اقتصاديا بدأت تأخذ أدوار سياسية في منطقة النفوذ الأمريكي. ولذلك نجد الصين فيما مثل ما تفضل ضيفك الكريم أستاذ زياد أن الصين قد تكون لها مستقبل واضح، والولايات المتحدة الأمريكية تخشى الصين بالوقت الحاضر وتخشاها في المستقبل. الصين حاولت أن توسع استثماراتها في مناطق أفريقيا وبالذات في شمال أفريقيا في الجزائر، وحاولت أن تجد لها موطئ قدم في مناطق الشرق الأوسط لا سيما. نحن نتذكر أنه كان هناك مؤتمر للعلاقات الصينية الخليجية، والصين أدركت ضرورة إيجاد تقارب باعتبار أن من غير المنطقي أن تخير الصين بين إيران أو دول الخليج. تحاول الصين أن تجمعهما مع بعض وتكون لها مصالح مشتركة مع جميع هذه الدول، ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية تسمح للصين أن تكون أن تعمل بهذا الدور وتنجح؟ هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية باعتبارها حليف أمريكي أن تستمر في هذا الدور؟ صحيح أن الدول يعني الصين العفو الدول فيما يتعلق بالسعودية وإيران تدرك جيدا أن من مصالحهم التهدئة والذهاب للحوار، ومن الخطأ الذهاب إلى التصعيد وبقاء التصعيد وبقاء الصراع. ولكن هل هناك بالمناسبة لغاية الآن لم يتم توضيح طبيعة الاتفاقات الحقيقية التي جرت، وأكيد من غير المنطقي أن يكون هناك إعلان للاتفاق دون وجود نقاط مهمة تم الاتفاق عليها، وهذه الاتفاق وهذه النقاط التي تم الاتفاق عليها قد جرت المفاوضات حولها وأخذت شهور وقد أخذت سنوات أكثر من 4-5 سنوات، بالذات أن العراق قد حاول أن يكون هو الراعي الكبير وكان له دور فاعل في عملية تقريب وجهات النظر. عملية نجاح هذا الاتفاق وتطبيقه على أرض الواقع يحتاج إلى جهد آخر. صحيح هو الجهد ممتاز السابق، ولكن يحتاج إلى جهود أخرى لغرض إنجاح والمحافظة على هذا الجهد باعتبار هي نقطة تحسب للدبلوماسية العراقية. وأنا أعتقد أن العراق قادر أيضا أن يسوي الخلافات السورية العربية، والعراق أيضا قادر أن يكون له دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الدول 5+1 مع إيران، وأن يساهم العراق في إيجاد مخرج لموضوع أزمة الاتفاق النووي. نعم. طيب دكتور حسين، نتحدث عن هذه الجزئية أيضا، ولكن في جنبة
إضعاف الكيان الإسرائيلي وحليفة أمريكا في حدوث الشروخ الكثيرة والكبيرة بين الجمهورية والمملكة على طيلة الأعوام الماضية. وكذلك أيضا أشار ضيفي الكريمين بأن العراق كان له دور كبير، ولا ننسى حتى تصريح رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي بأن زيارة الشهيد سليماني كانت هي ضمن مهمة رسمية، ولربما الإشارة تجدر إلى أن المهمة الرسمية كانت لتقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية. يعني في تصوري أهم إنجاز في هذا الاتفاق هو إعادة أو استئناف العلاقات السياسية، أن تكون هناك قناة اتصال بين إيران والسعودية بشكل مباشر مهم. يعني إيران والسعودية قوتان إقليميتان شئنا أم أبينا، وهناك حالة تشابك بينهما في كثير من دول المنطقة. من هنا عدم وجود قناة ارتباط واتصال وتفاهم يجعل هذه الأزمات تتفاقم. ويعني الآن العكس هو الصحيح، هناك قناة اتصال يمكن أن تؤسس لتفاهم. ليس هناك من تفاهم الآن حول لبنان، سوريا، فرضا العراق، اليمن، الكثير من الأمور، ولكن وجود هذه القناة تسهل هذه العملية. من هنا استئناف العلاقات هو موضوع مهم، وهو نوقش في دورتين في داخل العراق بين الوفد الإيراني والسعودي. الموضوع الآخر عندما تكون علاقة مباشرة بين إيران والسعودية في التفاهم والتحاور، أنه يعني تمنع إيجاد أي التباس. إسرائيل تعيش في الماء العكر، إسرائيل تعيش على يعني الخلافات في المنطقة، تعيش على التناقضات إلى آخره. من هنا عندما تكون العلاقة مباشرة، أنه إمكانية ذهاب السعودية باتجاه إسرائيل تصبح أقل بكثير مما كانت. السعودية طبيعي وزن في مجلس التعاون الخليجي، وتأثيراتها في هذا الإطار أيضا مهمة. من هنا في تصوري أن موضوع التطبيع الذي دخل إلى المنطقة بشكل غير طبيعي وخلافا لإرادة الشعوب الآن هو في مأزق حقيقي. من هنا يعني الموضوع الآخر الصين. يعني الصين اليوم تستورد يوميا من السعودية 2,400,000 برميل نفط. هذا يعني المقدار ليس شيء بسيط. الصين تستورد يوميا 14 مليون برميل من مجموعة من الدول. من هنا علاقة الصين بالسعودية ليست علاقة سطحية. نعم. هناك علاقة واسعة جدا. هناك 70 مليار دولار تصدير صيني للسعودية في نفس الوقت. والصين يعني فرضت في التعامل مع السعودية أن تبيع النفط باليوان. هذا بالمنطق الأمريكي يعني كفر. أمريكا لا تقبل ولن تقبل التعامل في سوق الطاقة بغير الدولار الأمريكي. من هنا السعودية واقع الحال هو هذا، أوجدت هامش مهم أسس لهذا الاتفاق. السعودية وقعت أوبك بلاس مع روسيا. وعندما ضغط السيد بايدن رفضت السعودية الانصياع. السعودية قبلت بالتعامل مع الصين باليوان، وعندما ضغطت أمريكا رفضت السعودية. من هنا السعودية بنت هامش لنفسها قائم على أساس المصالح الوطنية وليس على أساس التحالفات مع أمريكا. وهذا هو يعني الأساس المهم الذي استندت إليه هذه الاتفاقية. دكتور زياد، يعني هذه القوة الكبيرة في المنطقة اللي يشير لها دكتور ويران، أن السعودية وإيران هما قوتان كبيرتان لا يستهان بهما،
بالتأكيد هنا راح نتحدث عن المرتكزات السياسية واللي نصت عليها السياسة الخارجية لكلا الدولتين ومن ضمنهم دول المنطقة بما فيهم العراق، ونتحدث عن منطق التصالح الذي يجب أن يسود هذه الدول. يعني أستاذ أحمد، التصالح تعرف يعني هو بطبيعة الحال الحالة الطبيعية أن هناك سلم ووئام ما بين كل الدول، ولا توجد حالة عداء أو استعداء، وهناك فرق ما بين العداء اللي هو يحصل نتيجة أعمال وينتهي، والاستعداء هو الاستعداء هو المستمر. طبيعة العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية وما بين المحيط العربي بشكل عام والجمهورية الإسلامية الإيرانية فيها تعقيد، وتعقيد واضح وفيها إشكالية كبيرة. هذه يعني ليست جديدة، هي متراكمة لأكثر من 4-5 عقود، لا يمكن أن نتجاوز هذا الأمر. لكن الآن ما الذي يجري؟ إذا أردنا أن نعيد صيغة سؤال عام على أنفسنا، نقول ما الذي يجري؟ يجري أن هناك رؤية سياسية استراتيجية في المملكة العربية السعودية جديدة تختلف عن الرؤى السابقة، وكأن القيادة أو الإدارة في المملكة العربية السعودية تريد أن تنتهج انتهاجا اقتصاديا جديدا لتكون بمستوى عالي مع إمكانياتها ومع ما تمتلكه من ثروات طبيعية وغير الثروات الطبيعية وما تمتلكه كبلد زراعي وغير ذلك. بالتالي هي تسعى لأن تحقق لنفسها المكانة الدولية وأن تكون في مصاف الدول المتقدمة. إيران كذلك مع الضغط اللي عليها، مع ضغط واشنطن، مع ضغط الاتحاد الأوروبي في الملف النووي، لابد أن تجد مخرجات جديدة. استطاع العراق أن يلعب بهذه الموضوعة، موضوعة التوازنات وكيفية جمع المتضادين في المنهج والرؤى لإدارة الدولة. الخلاف هو خلاف يعني كيف تدير المملكة العربية سياستها الخارجية مع الرؤية التي تدير بها إيران سياستها الخارجية، وهذا مختلف، يعني ما في تقارب نهائيا. بالتالي لما وصلوا إلى مشروع أن يتفقوا على حل، بدأت المعطيات تذهب إلى أن وصلنا إلى المعطى الاقتصادي. لذلك الصين ذهبت إلى المعطى الاقتصادي للدولتين لتكون هي الضامن أو الكفيل باللغة العامية لهذا الاتفاق، ويحصل هذا الاتفاق ونصل فيه إلى مستوى عالي من التفاهم. اللي أتحدث به هو ليس النظرة يعني التفاعلية أو التفاؤلية، وإنما أنا أقرأ المعطيات. الشهرين لتنفيذ هذا الاتفاق هي أمر طبيعي، لأن يعني تعرف عملية التمثيل السياسي في السفارة تبدأ يعني عناصر بسيطة ثم إلى قنصل إلى آخره، هي تحتاج شهرين. خلال هاي الشهرين راح يلتقون وزراء الخارجية للترتيب إلى أمور أخرى. البنود اللي وجدت في الاتفاق تضمن أن يكون هذا الاتفاق شفاف. إذا حصل وأنه أحد الدولتين أخلت بهذا الاتفاق، فالأمر سيكون يعني إلى يعني رؤية أخرى، نتائج أخرى. لكن كل المعطيات تقول بأن السياسة العامة للمملكة العربية السعودية والسياسة العامة لإيران بما يتعلق في هذا الاتفاق تسير باتجاه التهدئة. هذه التهدئة ستنعكس على المحيط العربي والإقليمي بشكل كبير، لأن السعودية لا تمثل نفسها فقط في قضية يعني الإشكالية مع إيران. هي تمثل الدول العربية أو أغلب الدول العربية، تمثل الخليج العربي بشكل واضح وكامل، وبالتالي هذا سينعكس على منطقة كاملة لإعادة العلاقات، المسائل الاقتصادية، التوازن السياسي. وإيران دولة جارة ودولة مسلمة، فبالتأكيد عندما يحصل تقارب وتواصل على هذا المستوى سينعكس ذلك أو سيتأثر ذلك باتجاه الأفضل. يعني هذه خطوة تنجح تأتي خطوة بعدها، وبذلك العراق من هذه المعطيات كلها أدى ما عليه. الآن يجب أن يستغل العراق، الساسة في العراق، القيادة في العراق، الحكومة العراقية، القوى السياسية، أن تستغل هذا الدور الذي قامت به، وأن تذهب لأن تكسب وتجني ثمار هذا الجهد الكبير لمدة سنتين، ومن قبله يعني هم تقريبا حوالي 6 أشهر، يعني وقت طويل اجتهد العراق فيه، تجذب من خلال أن تفتح أبوابها للاستثمار، وأن تأخذ المساعدة الفعلية من الصين، من إيران، من المملكة العربية السعودية، من باقي الدول، لتنهض بنفسها. يعني العراق لا زال في، مع كل ما قام به من جهد، ما زال متأخر. يحتاج أن يستغل هذه الفرصة للنهوض من جديد اقتصاديا بالدرجة الأساس. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور زياد العرارة، الباحث بشأن السياسي والاستراتيجي، أثريت الحوار في هذا الملف. والشكر كثير لحضرتك الدكتور طارق الزبيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. وشكر موفور لمن انضم معنا عبر سكايب من طهران، الدكتور حسين وران، الباحث السياسي. شكرا لكم مرة أخرى ضيوف الكرام، وبعد الفاصل نواصل.
مجددا حياكم الله بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الاستاذ حليم سلمان المحلل السياسي، حياك الله استاذ حليم ضيفا كريما، وكذلك ارحب بالاستاذ عمار البهادلي الخبير في شؤون الانتخابات، حياكم الله استاذ عمار. ابدا مع حضرتك استاذ حليم، نتحدث عن قانون الانتخابات اللي دائما ما يكون بحاجة إلى تغيير وتعديل في كل موسم انتخابي ودورة انتخابية. الملاحظ بأنه بدأ الحديث عن هذا القانون، فهل أن هذه التعديل مجالس المحافظات أم أنها تعد للبرلمان القادم؟ حياكم الله. بالتأكيد يعني هذا الحراك اللي قاعد يحدث الآن حول إجراء بعض التغييرات على قانون الانتخابات هو يعني عملية للتهيئة على الأقل في بداية الأمر لانتخابات مجالس المحافظات. مجالس المحافظات تعرف أنت يعني توقفت، صار لها بثلاث سنوات يعني بأمر من المحكمة الاتحادية، لكن هي تحصيل حاصل موجودة في الدستور لا يمكن تجاوزها، ولذلك الحكومة قدمت يعني اقتراح يبدو لي إلى مجلس النواب أنه في الشهر العاشر تشرين المقبل ممكن إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولكن على أي قانون أو على أي نظام انتخابي؟ هذه المعضلة. هو القانون موجود، قانون 21 اللي صار سنة 2008 مع القانون مجالس المحافظات اللي حقيقة لا صار بال2010 ولا في 2014 أعتقد أتذكر، ما طبق هذا القانون. عملية التغيير اللي صارت على قانون الانتخابات التعديل بال2019 من صار التعديل وأجريت الانتخابات وفق هذا التعديل طلعت لنا ربما كثير من الأمور الفنية اللي هي مجمل الكتل السياسية صارت عندها اعتراضات أو شعرت أنها غبنت بسبب تمرير هذا القانون، ولذلك أنا أعتقد هو القانون باقي وموجود. الآن النقاش يدور حول مسألة واحدة هي الروح بموضوع الأغلبية لو التمثيل النسبي. إذا الأغلبية هذا القانون اللي موجود اللي بعض الكتل اتحضرت له، مثلا يعني خلينا نكون صريحين، مثل دولة القانون والتيار الصدري درسوا هذا القانون دراسة جيدة، ولذلك كانت النتائج نتائج الانتخابات بصالحهم، لكن بقية الكتل عندها جمهور كبير صوت لها، طبعا بعد ما المفوضية طلعت الإحصاءات لكن للأسف ما حصلت مقاعد بسبب سوء الإدارة، خلينا نقول سوء إدارة المجموعة الانتخابية. لذلك هذه الكتل أغلبها بما فيها الشيعية والسنية والكردية يعني نتحدث بصراحة شعرت أن هذا القانون فيه غبن، وبالتالي لا تستطيع هذه الكتل أن يعني هذا التمثيل اللي عندها خلينا نقول السكاني الانتخابي ما قاعد تحصل من عنده اللي شيء تريده حتى تمثله بسبب الآلية أو بسبب احتساب باعتبار يحون إلى الأغلبية. طبعا هذا يعني ما يسمى بمجموعة المستقلين، لكن في نفس الوقت بسبب هذا الموضوع سبب لنا مشكلة في مجلس النواب، ولذلك انت تشوف سنة كاملة لم يستطع مجلس النواب يعني أن يمرر حتى حكومة. وبالتالي لا بأس من النقاش والتفاهم حول الكيفية بوجود أو تثبيت، شوف القانون موجود، تثبيت نظام انتخابي الكل يقتنع به أولا، وثانيا ينطي مجال للمواطن أن يشارك، أي يشجع المواطن للمشاركة في الانتخابات المقبلة. ما ينفع المواطن وما ينفع الكتل السياسية، أستاذ عمار يتحدث الأستاذ حليم سلمان عن كل هذه المفردات، بالنتيجة نتساءل لما يكون لدينا تمثيل نسبي وهناك من يريد تطبيق سانت ليغو 1.7 و 1.9، الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة، كل هذه النقاط أصبحت جدلية في قانون الانتخابات الحالي، هل من إرادة للتغيير؟ نعم، بداية تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم، حياكم الله. يعني حقيقة اليوم أستاذ أحمد أكو وعي جمعي ينادي بخصوصا النظام الدوائر الصغيرة، وهو يعني أحد نظم التعددية الأغلبية احنا نصطلح عليها من الناحية الأكاديمية، لكن حقيقة الوعي الجمعي هذا
لو كان مدرك لنتائج صناديق الاقتراع وما هي افرازاته وخصوصا بلغه الارقام يعني، وانا اؤشر بالتحديد واحده من هذه المساوئ التي افرزتها صناديق الاقتراع ضمن النظام الاغلبي، هو انه العدد المستقلين او المرشحين المستقلين كان 745 مرشح، الفائزين منهم فقط 45 مرشح. هذه واحده من الصدمات، وهذا احكي لك اني من اطروحه الدكتوراه يعني، مو ارقام اعتباطيه، مصادر موثقه. المساله الثانيه، عندنا 9 مليون ناخب، كان هنالك 5 مليون صوت انتخابي ذهبت الى الريسايكل بين او ما يعرف بسله المهملات. باعتبار هذا النظام الانتخابي يؤخذ عليه انه الهدر بالاصوات وحاله اللا تناسب. بمعنى اخر، اليوم الشخص اللي حصل 40 الف صوت هو ياخذ مقعد، واللي حصل 18 الف صوت وحتى اللي حصل 5000 صوت اخذ مقعد، او ال 40 هو ممكن العتبه الانتخابيه يكتفي ب 18 ألف صوت، بقية الأصوات وين راحت؟ للريسايكل بين. فبالتالي هذا يولد حالة من اللا تناسب. بينما في نظام التمثيل النسبي هنالك نسبة وتناسب، هو من اسمه نظام التمثيل النسبي، بمعنى الحزب اللي حصل على 10% من الأصوات يحصل على 10% من المقاعد، اللي حصل على 40% من الأصوات يحصل على 40% من المقاعد. طبعا أستاذ أحمد، ربما البعض يتهمني بالدفاع عن نظام معين أو مؤدلج لجهة معينة، أنا أطرح طرح أكاديمي، وقلت لك من وحي أطروحة الدكتوراه باعتبارها مختص يعني بالنظم الانتخابية حصرا. فحقيقة اليوم نظام الأغلبية أو هو ما يعرف عليه بالمصطلح البسيط المتداول عند عامة الناس، نظام الدوائر الصغيرة، هذا النظام يعني فيه مساوئ. أنا لا أستبعد أيضا وجود مساوئ بالتمثيل النسبي، لكن مساوئ التعددية الأغلبية في ظل الواقع الديمغرافي والاجتماعي والجغرافي العراقي هو لا يخدم المنطقة العراقية أو لا يخدم يعني الوضع العراقي بشكل عام، باعتبار هذا النظام يقوم على يعني حقيقة أسوأ لعبة سياسية يعرف باللعبة الصفرية، بمعنى الفائز يأخذ كل شيء والخاسر يتنحى عن كل شيء ويتم عزله. أنا في أكثر من لقاء ذكرت أنه أحداث المنطقة الخضراء حقيقة هي كانت من تداعيات صناديق الاقتراع الأخيرة باعتبار انتخابات 2021، وهي الانتخابات المبكرة اعتمدت على نظام الصوت الواحد غير المتحول، هو أولا نظام هجين، وثانيا أحد أنظمة التعددية الأغلبية يقوم على دوائر صغيرة. حتى موضوع الدوائر الانتخابية هنالك إمكانية ومساحة عالية للتزوير والتلاعب بها، باعتبار أولا عدم وجود دوائر انتخابية مفرزة بشكل صحيح ومعتمدة من وزارة التخطيط. ثانيا هنالك التداخل بين الدوائر الانتخابية. ثالثا لا أستبعد تحريف وتحريك الدوائر الانتخابية لغايات حزبية ولغايات جماهيرية ولغايات انتخابية. فبالتالي مثل هذه الـ يعني احنا نسميها الهفوات والسلبيات. اليوم الحديث ايضا عن تمثيل المرأة والمرشح المستقل، يعني إمكانية أو فرص نجاح المرأة والمرشح المستقل، وكذلك الكوتا أي المسيح الصابئة الأيزيدية في ظل نظام تعدد الأغلبية أو نظام تعدد الدوائر، وفي ظل التعددية الأغلبية يعني الحديث يجري على أنه هو من أكثر النظم الذي يعطي لهذه الفئات إمكانية الفوز. لكن أنا أؤكد ومن وجهة نظر علمية وأكاديمية أنه نظام التمثيل النسبي هو أقرب النظم الانتخابية للعدالة، باعتبار يؤمن أولا وصول الأحزاب الصغيرة والكبيرة، هذه مسألة رقم واحد، يؤمن وصول الأقليات، يؤمن وصول المرأة، يؤمن وصول المستقلين. لكن هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى أي؟ يحتاج إلى أولا يعني عمليات توظيف وتعبئة للجماهير بشكل صحيح، يعني النزول ربما في ظل مناطق انتخابية يعني تحسب بشكل فني ورياضي. حقيقة أستاذ أحمد خلي أرجع شوية لورا، في عام 2005 عندما تم هندسة هذا النظام الانتخابي خلي هيك أسميه من قبل لجان مختصة من الأمم المتحدة، خصوصا مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية للعراق الـ IFS وكذلك الـ MDI، هنالك لجان فنية على مستوى ودرجة عالية من الخبرة والدراية الكافية قامت بدراسة الواقع الجغرافي والاجتماعي وواقع الدوائر الانتخابية، وكذلك يعني الموضوع درس بالتفصيل وخصوصا بلغة الأرقام، توصلوا إلى ثلاث مقترحات. المقترح الأول يا أما الذهاب
إلى النظام التمثيل النسبي، المقترح الثاني الذهاب إلى النظام مختلط، المقترح الثالث الذهاب إلى النظام الأغلبي. يعني خلوا آخر مقترح هو النظام الأغلبي. فبالتالي المقترح الأول وهو يسمى بالسيناريو الأول كان هو الأقرب وفقا لوجهة نظر هذه اللجنة الفنية. طبعا تم التباحث طيب. مع من؟ مع منظمات المجتمع طيب المدني، مع الأحزاب، مع المواطنين. هذه وجهة نظر فنية إذا تسمح لي، ولكن أيضا هنالك إرادة سياسية أستاذ حليم. هذه الإرادة السياسية عبر عنها الدكتور محمود المشهداني في تغريدته بأن تعديل قانون الانتخابات يعني طرح ائتلاف إدارة الدولة ولم يطرح من قبل الإطار، وبالتالي حسب وجهة نظره يقول بأن الأقلية يجب أن تحترم رأي الأغلبية. نعم، وأنا ذكرت قلت لك هنالك يعني شبه اتفاق على أن الذهاب يعني بتغيير قانون الانتخابات، يعني الكرد والسنة والشيعة متفقين على هذا الموضوع، باعتبار يعني هذه الإرادة السياسية اللي تحدثت عنها يعني وجد أنه هنالك إجحاف بحق الجمهور. طبعا الجمهور هو الخاسر بالمناسبة، وإلا الكتل السياسية موجودة الآن، موجودة في الحكومة وموجودة في البرلمان. وبالتالي إذا كان الإطار خلينا نقول الشيعي تضرر من هذا الموضوع، الآن الإطار الشيعي هو من يحكم البلد، لأنه رئيس الوزراء هو إجا من رحم الإطار الشيعي، والكتل كتل الإطار الشيعي موجودة في البرلمان وتمارس عملها البرلماني والتشريعي والرقابي. لكن هذا يكفي؟ أنا عندي جمهور، هذا الجمهور يعني في النظم الديمقراطية الحضارية خلينا نقول يفترض السياسي أن يفكر أولا بالجمهور. الجمهور تضرر، أنا أقول لك تضرر من هذا القانون، لكن في نفس الوقت يجب أن تتسع رحمة هذه الكتل السياسية، بمعنى أنه تشوف اللي موجودين اللي عندهم اعتراضات على تغيير القانون أهلا وسهلا بي، لا بأس، لا خير في ديمقراطية يعني ماكو فد معارضة، مو الكل متفقة، لكم توجد معارضة، ولذلك حتى المعارضين يجب الاستماع لهم، وبالتالي يمكن عندهم أفكار ربما جيدة تضاف وتضمن حقوقهم. هم شنو الموضوع؟ الموضوع الأخوة المستقلين هذول الأربعين اللي موجودين يتخوفون من تغيير هذا النظام. بالعكس أنت عندك جمهور، أنت من فزت بهذا النظام المعقد، أنا أسميه هذا الأغلبية نظام معقد مو سهل، وأنت فزت معناته عندك القدرة والإمكانية أن تفوز مرة أخرى إذا قدمت خلينا نقول تواصلت ويا جمهورك ووسعت قاعدتك الجماهيرية. بالنتيجة مصلحة الناس أهم من المصالح الفردية، مصلحة البلد. كيف نمضي بنظام انتخابي حضاري يضمن المشاركة؟ لا خير في قانون انتخابات والمشاركة الجماهيرية ضعيفة جدا، وبالتالي إذا نفشل مرة أخرى في جر الجمهور إلى صندوق الاقتراع معناته أكو عندنا خلل كبير. هذا الخلل إذا لم يعالج راح يسبب لنا إشكالية في المستقبل. طيب. الإشكالية في المستقبل عدم رضا يعني الجمهور الأغلبية منهم على الطبقة السياسية، هذه راح تولد عدم تفاعل، وبالتالي تولد إحباط لدى الجمهور. أنا أشوف أن البرلمان أعتقد راح ينجح بطريقة حتى يقنع الكتل التي هي خارج البرلمان، بمعنى الطبقة السياسية اللي ما موجودة داخل البرلمان أيضا يفترض أن تنفتح وياها إذا رغبت طبعا النقاش حول الأهمية من هذا الموضوع. وأنا اللي أقوله اللي يحسبون، أنا أقول لك هسه بالنيابة أتكلم، يحسبون هذه الكتل الآن للتيار الصدري، هل التيار الصدري سيوافق على تغيير القانون أو لا يوافق؟ أنا أقول لك التيار الصدري بهذا القانون اللي موجود الحالي اللي صارت انتخابات 21 أو بالقانون الجديد هذا، التيار الصدري قادر أن يخوض العملية الانتخابية بنجاح ويستطيع أن ينافس
مع بقية طيب. الكتل الموجودة طيب. دكتور عمر بعد أن نقل دقيقتين نتحدث عن المشاركة الانتخابية الواسعة، هل تغيير القانون بحد ذاته راح يفتح شهية المواطن للمشاركة الواسعة، أم أن القانون يجب أن يحتوي على بعض الفقرات والمواد التي تشجع الجمهور على المشاركة، أو لربما بعض القوانين تعاقب من لم يشارك تصل إلى هذا الحد؟ أحسنت أستاذ أحمد، يعني سؤال وجيه. إحنا عندنا القانون وعندنا روح القانون. القانون يعني هو اللي يعني يشترط آليات الترشيح وكذلك آليات الانتخاب، لكن روح القانون، أنا دحكي عن نظام انتخابي، عن القانون الانتخابي عفواً، روح القانون بالنظام الانتخابي هو شنو؟ هو النظام الانتخابي. عادة عندنا يعني بالأكاديميات الانتخابية فد معادلة أو تعبير بسيط، نقول دائماً ما يكون سلوك الناخب هو انعكاساً لمن؟ للنظام الانتخابي. كل ما يكون النظام الانتخابي مفهوم وسلس ويسير وهنالك اطمئنان عند الناخب بالنظام الانتخابي ستكون نسب مشاركة أكثر. وأدللك بلغة الأرقام، نسب المشاركة في جدول بياني وفي منحنى واضح من 2005 لغاية عام 2018 كان عندنا يعني بشكل إلى نوعا ما كان التمثيل أو عفوا المشاركة جيدة، بحيث كانت آخر انتخابات هي 45%، أقصد لك بآخر انتخابات بالتمثيل النسبي عام 2018. من رحنا بال21 لنظام الصوت الواحد غير متحول وهو أحد أنظمة التعددية الأغلبية، كانت نسبة الانتخابات بحسب بيانات المفوضية أعتقد 43%، لكن كان هنالك حقيقة الإعلان عن نسبة مشاركة بطريقة ربما فيها نوع من التبطين إنجاز التعبير. ليش؟ لأنه المفوضية حسبت فقط نسبة مشاركة اللي عندهم بطاقات بايومترية، لكن اللي ما عندهم بطاقات بايومترية ما دخلتهم بهذا الاستبيان أو هذا التعداد. فبالتالي إذا ما حسبنا نسبة المشاركة ربما هي تصل جوة 40 أو حتى 35%. أعتقد اليوم المشاركة السياسية تحتاج إلى أولا وعي ودراية بالنظام الانتخابي وبالقانون الانتخابي بالمجمل، ثانيا أن يكون النظام الانتخابي سلس ويؤمن فوز مختلف الشرائح والطبقات والأحزاب سواء كانت الصغيرة والكبيرة وكذلك المستقلين والمرأة. حقيقة أنا ذكرت معلومة أنه هذا النظام نظام التمثيل النسبي هو يعمل بطريقة نسبية، يعمل على تأمين فوز مختلف الأحزاب والمستقلين. ليش؟ سأل أحمد، الحلو بنظام التمثيل النسبي هو يلاحق آخر صوت الانتخابي ويحتسبه، بالتالي هو لا يهدر الأصوات الانتخابية. هذه واحدة من يعني حسنات أو حسنات نظام التمثيل النسبي. إضافة إلى ذلك، إحنا اليوم أمننا صعود الكوتا وما يعرف بالأقليات بمن؟ بنظام الكوتا. أمننا صعود المرأة بنظام الكوتا، فبعد ما عندنا مخاوف. المستقلين حقيقة فرصهم في ظل نظم التمثيل النسبي هي تكون مؤمنة وجيدة ولا بأس بها، لكن حقيقة في الدوائر الصغيرة أو المتعددة ليش راحوا المستقلين لهذا الاتجاه؟ لأنه في نظم التمثيل النسبي حتى المبالغ المالية للدعاية الانتخابية تحسب. في نظم التمثيل النسبي يحتاج المستقل، وعادة يكون المستقل هو حقيقة يدفع من جيوبه الخاصة، بالتالي يمكن ما عنده قدرة مالية يأمن على مستوى بغداد كدائرة انتخابية، بالتالي يروح على مستوى دائرة رقم 15 اللي تكون أصغر يأمن دعايته الانتخابية. هذه وحدة حقيقة من الأمور اللي يمكن تنطي فرص أكثر للمرشح المستقل. لكن وفق الإحصائيات اللي حضرتك تحدثت عنها واللي أجريتها بنفسك، كانت هنالك يعني متوقع. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمار البهادري الخبير في شؤون الانتخابات، أثريت الحوار، بشكر كثير لحضرتك الدكتور حليم سلمان المحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.